أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس العلمي، حياكم الله أينما كنتم. وإحنا الآن في المراجعة المركزة بالفصل الثالث. راح نبدأ بدايات سهلة تذكيرية تنشط مخك، تتذكر شلون تتعامل ويا الدائرة، لكن بطريقة فهمية راح تتفاهم وياها، مو يعني حفظ أو كذا، لا، نحاول نبتعد عن الحفظ قدر حفظ قدر الإمكان. أوجد مركز ونصف قطر الدائرة. خلينا نتذكر الحل. لو نجي نتذكر أن معادلة الدائرة الاكس ناقصاً اتش، الاتش دائماً ويجي ويا الاكس، اكو انسحاب هنا بالموضوع. هاي السنة القادمة ان شاء الله بالسادس راح تاخذ موضوع الانسحاب بالقطوع، وواي ناقصاً كي، الكي يجي ويا الاتش، الكل تربيع، شو تساوي لنا؟ ار تربيع. اوجد هذه المعادلة الصيغة القياسية، اوجد مركز. المركز دائماً هو عكس اشارة ما مضى. شوف لو بالمقارنة الأكس ويا الأكس يروح والسالب ويا السالب، إيش يبقى؟ الأتش يساوي لنا 5. بما أن الأتش تساوي دائما عكسها بالإشارة 5، والواي تساوي سالب 3. إذا هذا المركز الدائرة راح يكون الأتش 5 بسالب 3، هذا هو المركز. ونصف قطرها ار تربيع شو تساوي؟ 49. وبما ان ار تربيع شو تساوي؟ 49. اذا ايش قد قيمه ار؟ تساوي 7. وجدنا نصف القطر ار. هذا هو نصف القطر وهذا هو المركز. نصف القطر تعلمنا شلون نوجدها ونتذكر شلون نتعامل وياها. هذه اكس ناقص واي ناقص الاتش دائما ويا الاكس والكي ويا الواي، ار تربيع. نجي بعد ناخذ اسئله. جد معادله الدائره التي مركزها، مطيني مركزها، احنا نعرف وتمر بالنقطه. جد مركزها وتمر بالنقطه، تمر بالنقطه. احنا نريد دائما المعادله مالتي ما دام عندها هذا المركز، المعادله واي عفوا اكس، نبدا شلون واي؟ اكس ناقصا اتش الكل تربيع، زائدا واي ناقصا كي الكل تربيع، شو يساوي لنا؟ ار تربيع. هذه المعادله القياسيه اللي راح اشتغل عليها. هو شو يريد من عندي؟ جد معادله الدائره التي مركزها وتمر بالنقطه. خلينا نفهم ايش دا يصير عندي. هذه دائره، شوف الدائره، هذه الدائره وهذا مركز الدائره. نصف قطرها انت المركز الدائرة، لو تشوف المركز خلينا نجيبه بالنص مضبوط، هذا هنا بالنص تقريبا صار مركز الدائرة، مركزها 4 و3 وأكو نقطة وتمر بالنقطة بأي مكان، وين مكان ما تخليها لها على التعيين، احنا مجرد دا نفهم ايش دا يصير، 2 و1 تمر بالنقطة. هو شو يريد؟ نصف القطر ار، هذا هو ار، هذا باللون الأزرق ار، R هذا هو نصف القطر. هو لازم أطلع المسافة بين نقطتين. إذا قانون المسافة، المسافة بين نقطتين، شنو قانونهم؟ نقطتين قانونهم شو يساوي؟ تحت الجذر، شوف سهل نحفظه، أخاف ناسي أنت، فرق السينات الكل تربيع زائدا فرق الصادات الكل تربيع. استاذ ليش هي تسويت؟ دا اوجد الار المسافه، اريد الار نصف القطر. مطيك مركز ومطيك نقطه، المسافه بين اي نقطه على المحيط وبين المركز هو الار نصف القطر. هذا ار، هذا ار، هذا ار، فاريد المسافه حتى يطلع لي ار. اذا الار نصف القطر يساوي تحت الجذر فرق السينات، هذا فرق السينات، هذا 4 ناقص 2، استاذ نقول يصير 2 ناقص 4 عادي، ياهو تبدأ 4 ناقص 2 الكل تربيع، شوف فرق السينات، هذا فرق 4 ناقص 2 الكل تربيع زائدا فرق الصادات واي 3 ناقص 1 الكل تربيع، فرق الصادات فرق السينات. والآر يساوي تحت الجذر 4 ناقص 2 1،
تربيع زائداً 3 ناقص 1 2 تربيع ويساوي تحت الجذر 1 تربيع 1 زائداً 2 تربيع 4 ويساوي جذر 5. هذا هو نصف القطر. وجدنا نصف القطر. أوكي. نجي الآن، هاي جاهزين نكتب المعادلة، نرجع للون الأصلي مالتنا. X ناقصاً H، الـ H هذا المركز وهذا الكي، فH ناقص 4 الكل تربيع، زائداً Y ناقصاً K 3 الكل تربيع. شو تساوي لنا؟ R تربيع، يعني جذر 5 تربيع. هذه هي معادلة الدائرة بهذا الشكل. أستاذ ممكن نبسطها؟ نعم ممكن تبسطها أكثر وأكثر كصيغة قياسية، ويصير X مربع الأول، مربع حدانية، مربع الأول إشارة الوسط، 2 في الأول في الثاني، ضربة واحدة، 2 في X 2 X في 4 8 X، زائد دائما احفظها، مربع الأول إشارة الوسط، اكتبها يمك، 2 في الأول في الثاني زائد دائما مربع الثاني، مربع الأربعة 16، زائد مربع الأول إشارة الوسط، 2 في الأول في الثاني، 2 في الأول في الثاني، 2 في واي 2 واي في 3 6 واي، كتبنا إشارته بعد، ها هي، زائد مربع الثاني 9 يساوي جذر 5 تربيع 5. الأكس تربيع خليتها ناقصة، نخليها وراها زائد واي تربيع، الواي التربيع الإشارات الأسس الأعلى، بعدين ناقص 8 أكس اللي بعدين 6 واي اللي بعدين الأرقام زائدة 16 و9 25، وأنقل هذا ناقص 5 شي يساوي لنا 0. إذن المعادلة X تربيع زائد Y ناقص 8 X ناقص 6 Y زائد 25 ناقص 5 20 شي يساوي لنا 0. هذه هي المعادلة، أو هذه هي المعادلة كوضع قياسي بهذا الشكل أو بهذا الوضع بهذا الشكل، وهذا هو السؤال شلون حليناه بهذا الشكل. جد المعادلة طلعنا، مطينا نقطة هنا ونقطة خاف يعطيك إياها، فطلع المسافة ارسمها، تعلم إيش دا يصير حتى تحتاج نصف القطر المسافة بيناتهم. بعد جد معادلة الدائرة التي نهايتي أحد أقطارها النقطتان. الحل عندي هذه، حتى نفهم نرسم، نرسم الدائرة. رسمنا هذه الدائرة وهذا نصف قطرها بمركزها هنا، ما مطيني المركز بس ايش قال؟ شوف هذا المركز، واحنا لازم نحتاج المركز حتى نشتغل صح، نحتاج المركز. فش قال؟ التي نهايتي أحد أقطارها، القطر يمر بالمركز، هذا القطر نهايتي أحد أقطارها، مثلا هذه في واحد، يعني الرسم 4 و5، ومثلا هذا مثلا قلنا في 2 اللي هي سالب 2 و3. أنا أريد المركز، أريد هذا المركز هنا. ايش قيد المركز؟ هو منتصف المسافة مال القطر، منتصف بين النقطتين، هذا نصهن. شو يساوي نقطة المنتصف؟ قانون نقطة المنتصف، أذكرك به، قانون نقطة المنتصف هي لك مراجعة شاملة تكون، يعني منتصف شو يساوي لنا؟ أنت تريد هنا نقطتين، هنا نقطتين عندك، تريد وسطهن، هذا هو مجموع السينات على 2، تجمع السينات، شوف مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2، ايش راح يطلع لي؟ يطلع لي هذا المركز، هذا المركز. إذن المركز يساوي، يلا خلينا نبدا، مجموع السينات على 2 4 وناقص 2 4 ناقص 2 على 2 ومجموع الصادات 5 زائد 3 5 زائد 3
على 2 وتساوي 4 ناقص 2 2 على 2 وخمسة زائد 3 8 على 2 وتساوي 2 على 2 1 8 على 2 4 بهذا الشكل. هذا هو المركز. عندي مركز، عندي مركز، أريد R نصف القطر، أحتاج إلى R نفس السؤال القبله. هذا هو نصف القطر منا إلى هذا المركز الجديد، إيش قيد؟ 1 و4. كيفك تريد هذا تريد ويا ذاك؟ هذا المركز، أريد نصف القطر R، هذا R، هذا R. R هو المسافة بين هاتين النقطتين، بين هذه النقطة وهذه النقطة، أو هذا وهذا، نفس كيفك كيفك. أريد R، أحتاج كل دائرة تريد معادلتها يحتاج مركز والسنتر مالتها والR ونصف القطر. المركز يعني السنتر مالتها هذا ونصف القطر R. شلون أجد الR؟ الR هو قانون المسافة بين نقطتين، بما أن R يساوي نفس الشيء، راح أجد المسافة بين هذه وهذه تحت الجذر اللي خذناه قبل شوية، فرق السينات تربع. هذا الفرق السينات 4 ناقص 1، 4 ناقص 1 الكل تربع، زائدا فرق الصادات 5 ناقصا 4 الكل تربع ممكن، ويساوي تحت الجذر. نكمل هنا حتى مكان 4 ناقص 1 3 تربع، 3 تربع زائدا 5 ناقص 4 1 تربع ويساوي تحت الجذر، 3 تربيع 9 زائد 1 ويساوي جذر 10. وجدنا نصف القطر R. هذا نصف القطر وجدنا، عندي نصف القطر وعندي المركز. انتهى السؤال، انتهى. نكتب المعادلة، المعادلة X ناقصا H الكل تربيع تساوي لنا Y ناقصاً K الكل تربيع، Y ناقصاً K الكل تربيع، شو تساوي لنا؟ R تربيع بهذا الشكل، تساوي لنا R تربيع. إذن X ناقصاً H الكل تربيع، X عندي ناقصاً H اللي هو المركز هذا H واحد الكل تربيع ناقصاً Y ناقصاً K 4 الكل تربيع، شو تساوي لنا؟ R تربيع، جذر 10 تربيع. شوف عندك ال R وعندي المركز، هسه نقدر نفتحها لهذه، تتبقيها تتفتحها كيفك حسب المطلوب من عندكم بالمدرسة بالشكل القياسي. شو تعلمين توجدوها؟ نزلنا السؤال كل هذا حتى يصير لنا مكان لهذا. يلا مربع الأول إشارة الوسط 2 في الأول في الثاني 2x في 1 2x زائد دائما مربع الثاني 1 ناقص زائد زائد مربع الأول، مربع الأول ناقص 2 الأول في الثاني هذا 2 في y 2y في 4 8y زائد مربع الأخير 16 جذر 10 تربيع، التربيع ويا جذر يروح شي يساوي لنا 10. ها هي أرتبها x تربيع وخلي وراها زائد y تربيع وخلي ناقص 2x أول شي التربيعات وبعدين بدون تربيع ناقص 8y نجي 1 و16 زائد 17 وأنقل هذا ناقصاً 10 شي يساوي لنا 0. إذن المعادلة x تربيع زائد y تربيع ناقص 2x ناقص 8y زائد 17 ناقص 10 7 تساوي 0. هذه هي المعادلة، فتحناها بهذا الشكل، ما عدنا بها أي مشكلة. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال بشكل الكامل. ممكن تنتبه لو تشوفه شلون نتعامل وياه. بعد
جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمس المستقيم، حتى نفهم نرسمها وتمس جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل، يعني صفر صفر مركزها هذا نقطة الأصل، شوف هذا النقطة مركزها صفر وصفر، وتمس المستقيم. تمس أي مستقيم مثلا، هذا أي مستقيم لا على التعيين، تمس هنا المستقيم، شوف هذا مستقيم، تيده هنا يمسها، هنا يمسها، منا يمسها بهذا الشكل بأي مكان يعجبنا، تمس احنا ما نعرفها وين، تمسها هنا هاي النقطة، تمسها هاي النقطة لازم تطلع، إذا هذه النقطة أو نطلع الآر المسافة بين هذه وهذه، خلينا نشوفها. المستقيم اللي عندي معادلته 3 اكس ناقصا 4 واي ناقص 15 يساوي لنا صفر. اولا قانون المسافة بين نقطة، الحمد لله هاي صفر صفر حتى ما تأثر، ومستقيم. قانون المسافة شوف باللون الأخضر، قانون المسافة، لأن أريد هذا نصف، هذا الآر أريد نصف القطر. قانون المسافة بين نقطة ومستقيم يساوي القيمة المطلقة أي أكس زائدا بي واي زائدا سي على تحت الجذر أي تربيع زائدا بي تربيع. يعني هنا الآر، هذا الآر بدنا نحكي به، الآر اللي هو هذا منا إلى هنا، الآر يساوي أريد قيمة آر، الآر هو نصف القطر المسافة بين نقطة ومستقيم، والنقطة عندي صفر، ويساوي القيمة المطلقة، راح نكتب القانون 3x ناقصا 4y ناقص 15 على تحت الجذر اي تربيع زائد بي تربيع. هذا الاكس يقصد به هنا اكس 1 واي 1، يعني هذه النقطة، هذه اكس 1 وهذه واي 1، فهذه راح تصير هذه اكس 1 وهذه واي 1، راح اعوض اذا الار يساوي نصف القطر تحت الجذر، هذا 3 في اكس، الاكس ايش قد عندي؟ اكس 1 0 لان المركز 0 0، هذه اكس 1 وهذه واي 1 اللي هي 0 0 ناقصا 4 واي 1 ايضا 0 ناقص 15. انا خليت جذر، هو مو جذر وانما هو القيمه المطلقه، خلينا نرتبها، هذه هي القيمه المطلقة ناقص 15، ليش قيمة مطلقة؟ كمية موجبة مسافة على تحت الجذر، الأي هو هذا، هذا الأي وهذا البي، 3 تربيع، شوف 3 تربيع زائدا البي سالب 4 تربيع، وتساوي هذا 3 في 0 يروح وسالب 4 في 0 يروح يساوي القيمة المطلقة للسالب 15 على تحت الجذر، 3 تربيع 9 زائدا سالب 4 تربيع 16. إذن R يساوي القيمة المطلقة للسالب 15 موجب 15 على جذر 9 زائد 16 25، ويساوي 15 على جذر 25 5 ويساوي 3. وجدنا الR، وجدنا الR. هسه المعادلة زين، هنا 0 0 شنو المعادلة؟ ما احتاج تخليها X ناقصا H الكل تربيع زائداً Y ناقصاً K الكل تربيع، شو تساوي لنا R تربيع. لاحظ الـ H صفر مركز، المركز هذا نصف القطر، والمركز صفر صفر، المركز صفر صفر، هذا المركز قال من البداية نقطة الأصل. إذاً X ناقصاً صفر الكل تربيع X تربيع يروح صفر، زائداً Y ناقصاً صفر الكل تربيع Y تربيع يساوي R تربيع، الـ R 3 تربيع 9. وجدنا المعادلة بهذا الشكل. انتقل إلى، شوف شلون تعاملنا، قانون المسافة بين نقطة ومستقيم، أي
X واحد تربيع زائد B Y واحد، يعني تخلي معادلة المستقيم فوق، وهنا بدل X Y راح تخلي صفر صفر لأن ما عندك المركز هو صفر صفر، تعوض بدل X واحد Y واحد، والأي عندك معامل X واحد اللي هو ثلاثة تربيع تصير. هذا هو القانون بهذا الشكل، وهذا يعتبر من الأسئلة المهمة أيضا. أسئلة المماسات كلها مهمة، الآن راح نجيب بهذا سؤال خمسة أيضا بالتماس. جد معادلة الدائرة التي تمس المحور السيني، الله لما يقول تمس المحور السيني ومركزها 3 و2، شتمس المحور السيني، إذا رأسا الآر يساوي الصادي، إذا تمس المحور السيني إذا R يساوي القيمة المطلقة إلى الصاد، إيش قيد هنا؟ 2، وجدنا القيمة R نصف القطر، وتمس المحور السيني عندك نصف القطر وعندي هذه النقطة 3، جد المعادلة للدائرة التي تمس المحور السيني ومركزها 3 و2، تعالوا خلينا نشوف شلون راح نوجدها وبسهولة أيضا. إذن رأساً تأخذ الصاد نصف القطر، R يساوي إن القيمة المطلقة خاف سالب حتى يكون موجب لأ X ناقصاً H الكل تربيع ناقص زائد Y ناقصاً K الكل تربيع، شي يساوي إن R تربيع، أنا عندي الR، طبعاً عندي الR، نجي X ناقص الH، لاحظ هنا الH شو راح أتعامل وياه، شوف X ناقصاً الH عندي مكتوب اللي هو 3 زائدا y ناقصا k اللي هي عندي 2 الكل تربيع، شو تساوي لنا r تربيع اللي هي 2 تربيع، x مربع الاول مربع 2 في الاول في الثاني، شوف ضربه واحده تصير 6 x زائدا 9 زائد y مربع الاول ناقص 2 الاول في الثاني 2 في y 2 في 2 4 y زائد دائما مربع الثاني 4 يساوي 4 2 تربيع 4. هسا عندي X تربيع أرتبها زائد Y تربيع ناقصاً 6X، شوف أخلي التربيعات وشي ناقص 4Y زائد 4 و9 عندي 13 زائد 13 يساوي ناقص أي نعم نقلنا الأربعة نقولها صر سالب 4 يساوي 0، إذن X تربيع زائد Y تربيع ناقصاً 6X ناقص 4Y زائد 13 ناقص 4 اللي تساوي لنا 9، شو تساوي؟ تساوي 0، هذه هي المعادلة. شوف ما عندك فتشي عندك يعني هذا تهتم به أهم شيء. خلينا نشوف السؤال اللي بعده، جد معادلة، شوف هذا السؤال، جد معادلة الدائرة التي تمس المحور الصادي، قلنا إذا تمس المحور الصادي يعني شوف R شو تساوي؟ نتروح على السيني مطلق 4 ويساوي 4، ليش خلينا مطلق حتى يبقى موجب. نجي الآن X ناقصاً H الكل تربيع هاي المعادلة زائداً لاحظ Y ناقصاً راح تشوف Y ناقص ناق K شس تربيع شس ساوينا تساوينا R تربيع اللي هو خلينا نسويها R تربيع. نجي نفتح هذا مربع الأول ناقص 2 إشارة الوسط 2 في أو أول شيء خلينا نعوض الأربعة نعم X ناقصاً الأربعة الـ H والK هو الواحد سالب واحد زائداً Y ناقصاً K الK عندي سالب واحد، شوف السالب في السالب موجب فالكل تربيع نقدر نشيلها رأساً، السالب في السالب نسويها رأساً موجب ماكو داعي تتعب نفسك، زائد نعم واحد الكل تربيع شي يساوي لنا أربعة تربيع لأن أنا عندي الـ R أربعة تربيع. نجي الآن شوف هالـ R، نجي الآن مربع الأول إشارة الوسط 2 في الأول في الثاني 8X زائد دائما مربع الثاني 16 زائد مربع الأول إشارة الوسط 2 في الأول في الثاني 2Y في 1 2Y زائد دائما مربع الثاني يساوي 16. لاحظ هسا عندنا X تربيع أرتبها أخلي X تربيع بعدين الواي تربيع، الواي تربيع التربيعات بهن أول ناقص 8X زائدا 2y، نجي الآن 1 و 16 17 تساوي ننقلها نعم تصير سالب 16 تساوي لنا 0، إذن رأسا المعادلة X تربيع
لاحظ المعادلة x تربيع زائد y تربيع ناقص 8x زائد 2y زائد 1 تصير صبت نعم شو يساوي لنا صفر بهذا الشكل. إذا لاحظ شلون تعاملنا وياه، شلون تعاملنا وياه، لاحظ عندنا شلون تعاملنا ويا السؤال بهذا الشكل. عندنا ال r أهم شيء تساوي لنا 4، إذا يقول صادي تروح أنت على السيني دائما، إذا يقول صادي شوف تروح أنت على السيني أم قيمة المطلقة. ونروح سؤال 6 يقول جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين، تمس المحورين فسوها ومركزها 4 وسالبة. شوف تمس المحورين، تمس قلنا يعني بين اكس هنا الاكس 4 والواي 4، يعني الار يساوي لنا 4، يعني الاج ار يساوي لنا ومركزها قيمة المطلقة 4 او السالب 4، قيمة مطلقة للسالب 4 لانه تمس المحورين، فالمحورين احنا ايش قلنا اذا يساوي 4، هذا هو الار، الار يساوي لنا 4. لو تمس محور واحد بدك تمس السيني تاخذ الصادي. هسه نبدا اكس ناقصا اتش الكل تربيع زائد واي ناقصا كي الكل تربيع شو يساوي ار تربيع، اكس ناقصا الاتش ايش قد عندي 4 الكل تربيع زائد واي ناقصا كي سالب 4 في السالب، شوفها سالب 4 تضربها تصير موجب 4، ضربناها شو تصير موجب 4 الكل تربيع شو يساوي لنا 4 تربيع. نفتح هذا مربع الاول اشاره الوسط 2 في اكس في 4 2 في الاول في الثاني 8 اكس زائد مربع الثاني 4 تربيع 16 زائد مربع الاول اشاره الوسط 2 في الاول في الثاني 2 في واي في 4 8 واي زائد مربع الثاني 16 شو يساوي لنا 4 تربيع 16. طبعا انت هنا تقدر توخر 16 مع 16 لون، لان لو نجيب 16 نوديه هناك راح يصير سالب 16، او نجيب هذا 16 نخليه يصير سالب 16 ويا 16 يروح ارتبها اكس تربيع التربيعات اول زائدا واي تربيع ناقصا 8 اكس زائد 8 واي، عندنا 16 ويا 16 يروح زائد 16 شو يساوي؟ يساوي هذا راح يروح ويا هذا، شوف لان نقلته نقله، او تجيب هذا نفس الشيء يصير سالب ويساوي صفر. هذه هي المعادلة. سؤال 7 جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين، تمس نفس التفكير الأول، تمس المحورين. إذن الار معروف، الار يساوي الاتش والكي، القيمة المطلقة لهم، شوف القيمة المطلقة 4 والسالب 4 ساوت لي 4 ما بيها نقاش. إذا R ساوي لنا 4 زائدا قيمة مطلقة للسالب 4 يساوي لي 4. خلينا نشوف هذا السؤال، نفس الفكرة نفس الترتيب جد معادلة، بس هنا إيش منطيني بالربع الثالث، الربع الثالث خلينا نشوف الربع الثالث شلون نتعامل وياه. ال R شوف الربع الثالث، ال R عندنا 5 بين قطرها ونصف قطرها، R هاي 5 شوف نصف الربع الثالث مبين واضح بالربع الثالث يكون R 5 نصف القطر 5 بالربع الثالث اثنيناتهم سالبات، شوف مكانها شلون تصير الدائرة 5 و 5، إذا مبين الـ R يساوي 5 وإحنا بالربع الثالث اثنيناتهم سالبات، يعني خلينا نجي نشوف بما أن الـ R تساوي 5 مبينة واضحة رأسا المركز، المركز اللي هو سالب 5 إحنا بيها ربع، الربع الثالث هو ده يقول X والY سالبات يعني بالربع الثالث اثنيناتهم سالبات، هذا سالب لو بالربع الثاني نعم يصير هذا سالب ذاك موجب بالربع الثاني يكون، هسه الربع الثالث عندي ما بيها نقاش، هذا سالب وهذا سالب، X والY اثنيناتهم سالبات واحد باليسار واحد جوا، شوفهم على الرسم شوفهم جوا صايران جوا على الرسم. إذا قيمة وقلنا القيم دائما إذا R R قيمة المطلقة لهم R يساوي لنا 5، إذا قيمة المطلقة إلى سالب 5 والسالب حاضر. إذا بما أن Y أو X ناقصا و H الكل تربيع زائدا Y ناقصا K الكل تربيع شو يساوي لنا R تربيع، عندي ال H X ناقصا ال H عندي سالب 5 خلينا نوضحها سالب 5 الكل سالب في السالب موجب، خلينا نكتبه ماكو داعي يلا خلني كتبه تربيع زائدا
واي ناقصا. الكي ايضا سالب خمسة، سالب خمسة. الكل تربيع، شو يساوي لنا ار تربيع خمسة تربيع. اذا نجي نبسطها بعد اكثر شوي، نرفعها. اذا اكس ناقصا ناقص خمسة صير اكس، شوف اكس زائد خمسة الكل تربيع، زائدا واي زائد خمسة ايضا الكل تربيع، شو يساوي 25. مربع الاول إشارة الوسط، اثنين في الاول في الثاني، شوف ضربة واحدة، اثنين في اكس في خمسة عشرة اكس، زائد دائما مربع الثاني 25، زائد نفس الشيء مربع الاول إشارة الوسط، اثنين في الاول في الثاني، اثنين في واي في خمسة عشرة واي، زائد مربع الثاني 25 يساوي 25. نفس الكلام، اول شيء نخلي اكس تربيع وراء الواي تربيع الاس، 10 اكس زائدا 10 واي ادي ال 25. شوف هسه لو ننقل هذه نجيبها هنا شو تصير؟ سالب 25 وموجب 25. شوف طلاب هذا السؤال يقول جد معادلة الدائرة المارة بالنقطة P 2 و 1 وتمس المحورين الاحداثيين. اول ما يقول الحل تمس محورين الاحداثيين، قلنا الار نصف القطر نفس القيمة المطلقة للاتش نفس القيمة المطلقة للكي، يعني الار الار هو الاتش هو الكي نفسها، الكي هو الاتش هو الار، والمار بالنقطه. خلينا نشوف، خلينا نجي نكتب المعادله، احنا مو نعرف المعادله لما نجي نكتبها، هي اكس ناقصا اتش الكل تربيع زائدا واي ناقصا كي الكل تربيع، شي يساوي لنا ار تربيع. فلما نجي نشتغل هسه ايش راح نخلي بدل الاتش؟ ار، بعد كلها ار ممكن. فاكس ناقصا ار الكل تربيع زائدا واي ناقصا ار الكل تربيع تساوي لنا ار تربيع. الان بما ان الدائره تمر بالنقطه، يعني هاي النقطه وين واقعه على الدائره؟ هذه الدائره عندي، هذه دائرة وعندي نقطة واقعة عليها، أي مكان توقع هنا أو هنا، المهم هاي اسمها P اللي هي 2 و1. إذا تحقق المعادلة أستاذ، شنو يعني تحقق المعادلة؟ يعني بدل X أضع 2، هذه الـ X وهذه هي الـ Y، هذه هي الـ X. أي نقطة هنا تقع؟ هنا تقع، هي عبارة عن X و Y. وين هالـ X والـ Y هذه؟ فبما أن حتى تفهمها، بما ان الدائره او الدائره تمر بالنقطه، يا نقطه ايش قيد عندي؟ خلينا نشوفها. اذا كلمه تمر، كلمه يقع، كلمه، فهي تحقق المعادله. شنو يعني تحقق المعادله؟ نعوض هذا الاكس مالتها الثنين بدل الاكس، والواي هذا الواحد بدل الواي. وهنا عوضت بدل الاتش والكي والار متساوي لانه يمس المحورين، دائما الاتش والكي والار متساوي يمس المحورين. مربع الاول أربعة، إشارة الوسط ناقص، اثنين في الأول في الثاني، اثنين في اثنين أربعة، في آر أربعة آر، زائد مربع الثاني مربع الآر آر تربيع، زائد هنا مربع الأول إشارة الوسط، اثنين الأول في الثاني، اثنين في واحد اثنين في آر اثنين آر، زائد مربع الثاني مربع الآر آر تربيع، شو يساوي لنا آر تربيع. نجي نشوف الآن، اكو هنا ار تربيع، لما انقله اجيبه يصير سالب ار تربيع، وموجب ار تربيع تروح. اما هذا مربع الاول ناقص 2 اول في الثاني زائد مربع الاخير. هسه ايش عندي هنا؟
آر تربيع بقى واحدة، هذا أول واحد آر تربيع ناقص 4 آر من يشبهها وهذه، وناقص 2 آر ناقص 6 آر. بعدش عندي أرقام 4 و1 5 شو يساوي؟ يساوي 0. كل شيء كملنا، كل شيء كملنا. عندي الآر، خلينا نشوف الآر تربيع، هذا تجربة آر بآر، ننزل هذه الإشارة سالب كما هي، والسالب في الموجب سالب، هاي شلون تنزل كما هي سالب، بعدين السالب هذه في هذه تنزل هذه، عددين حاصل ضربهم 5 5 1 شي يساوي 0. إما آر ناقصا 5 شي يساوي 0 يؤدي إلى آر شي يساوي لنا موجب 5. وجدنا الآر، أوكي وجدنا الآر، وعندي الاتش وعندي الكي. أو R ناقصاً 1 شي يساوي 0 يؤدي إلى R شي يساوي لنا 1. وجدنا الR، وجدنا الR اللي هو نفس الH اللي هو نفس الK. هذه المعادلة X ناقصاً H Y ناقصاً K الكل تربيع. المار بالنقطة وتمس المحورين. عندي هسه أني عندي هذه الR، خلنا نجي نكتب المعادلة، بما أن المعادلة X ناقصاً H، الH هي R هي 5 الكل تربيع، زائداً Y ناقصاً K اللي هي 5 الكل تربيع، يساوي 5 تربيع R تربيع 25. مو هذه المعادلة؟ وهنا X ناقصاً 1 الكل تربيع، زائداً Y ناقصاً أم R 1 الكل تربيع، شي يساوي لنا الآر واحد تربيع واحد. عندنا معادلتين طلعت، في حالة الآر تساوي 5 وفي حالة الآر شي يساوي لنا 1. الH نفس الكي نفس الآر، هذا آر تربيع. بهذا الشكل طلعت عندي معادلتين بهذا الشكل. طلاب طبعا هذا هو اللي احنا توصلنا إليه، هذا هو اليوم درسنا الأول بالدرس، طويل شوية بس مفهوم ما بمشاكل، وراح يجي من عنده مهم عليه أقل شيء 10 درجات 20 درجة الله أعلم. والدرس القادم نكمل وياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.